السلام عليكم اعزائي الفلاوين خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا امام مجلس قضاء الويسو فيما يخص قضيه الاستاذ رشيد نكاز. انا رفقه الاساتذه ونوضحكم جديد قضيه رشيد نكاز. السلام عليكم استاذه. صباح الخير. جديد في قضيه الاستاذ رشيد. الصباح هذه قضيه رشيد نكاز عقبت قدام غرفه الاتهام. على بالكم باللي السيد قاضي التحقيق مر بارسال مستندات للنائب العام اسمه باش يحيلوا ديريكتومون امام محكمه الجنايات. النيابه استأنفت ذلك الامر، وحنا منذ البدايه رانا نقولوا باللي القضيه تاع رشيد نكاز اولا نفس الوقائع راهو تم التحقيق معاه امام مجلس قضاء الشرف. الحاجه الثانيه هو انه رشيد نكاز القضيه هذه تم سماعه مره واحده فقط، والشيء اللي وصلنا له هو انه متابعه رشيد نكاز وحبسه هو حبس سياسي او قضيه سياسيه بامتياز. لماذا؟ لانه الملف هذا راح يتحال امام محكمه الجنايات بناء على وقائع تسمع عليها واطلق سراحه في مجلس قضاء الشلف. اليوم احنا قدمنا امام غرفه الاتهام والتمسنا باللي لازم تحقيق معمق. رشيد نكاز ما عنده حتى حاجه يخبيها، رشيد نكاز رجل سياسي وقام بتصريحات سياسيه ما عندها حتى علاقة لا مع الإجرام ولا مع التهم الثقيلة اللي يعني توبع من أجلها. راهي غرفة الاتهام قدمنا مذكرة كدفاع، وقدمنا أيضا مرافعات شفوية باش نثبتوا لغرفة الاتهام بأنه لا يمكن إحالة رشيد نكاز أمام محكمة الجنايات بملف فارغ مثل هذا الملف. إن شاء الله من العشية يكون القرار تاع غرفة الاتهام. شكرا أستاذة. استاذ السلام عليكم. السلام عليكم في رفقة الزملاء تاعي. المهم اليوم ترافعنا امام غرفة الاتهام فيما يخص استئناف النيابة لامر ارسال المستندات من طرف السيد قاضي التحقيق، على اساس انه قاضي التحقيق كان يرى ان السيد رشيد نكاز يرى ان الجرائم القضايا المتابعة بها رشيد نكاز تشكل جناية طبقا لنص المادة 166 من قانون الاجراءات الجزائية. احنا وضحنا امام غرفة الاتهام ونوهنا العدالة بأنه فيما يخص متابعة رشيد نكاز فيما يخص المواد 77 و79 أنه هذا تم تشكيل ملف جزائي يوم 4 نوفمبر أمام وتم سماعه أمام الضبطية ببلدية عين مراد التابعة لمحكمة بوقادير والتابعة لمجلس قضاء شلف. ونوهنا المحكمة بأنه فعلا لو كان هذا الشخص مرتكب لهذه كما يقول لك هذه التهم المنصوص عليها لكن كما قال لك تم إلقاء القبض وعدم السمح له بالمغادرة التراب الوطني. فيما يخص باقي التهم بناء على طلب السيد رشيد نكاز طالبنا كذلك بتحقيق معمق، لأنه الملف في حد رشيد الملف لرشيد نكاز يحتوي على قرصين مضغوطين فقط. شكرا أستاذ. السلام عليكم أستاذة. صباح الخير. أستاذة سؤال فيما يخص إشاعات السابقة اللي كانوا يقولوا بلي الأستاذ رشيد راهو مريض راهو في حالة خطيرة، واش تقولي؟ واش نقول لك؟ نقول لك بلي كنا شفناه الأساتذة كيما راهم الأستاذ عسول هنايا، الأستاذ راه معنا، شفناه شحال من مرة يسبورت تخي بيان الحمد لله. سي فري كان شيان أن سارتان مومون بس سي توتا في نورمال باسكو راه في الحبس سي نورمال، بصح الحمد لله راه جاب ما فيه ما عنده حتى مشكل. Il nous a tous rassurés, il a rassuré les gens qui le suivent, qui le soutiennent, mais comme quoi il est très très bien, il se porte bien. On ne dit pas qu'il est très très bien, mais quand même il se porte bien. Côté santé, ça va, mais il n'y a pas de problème. Voilà, il m'a fait pour rassurer les gens. Quant à son dossier, il m'a fait le zoom à l'heure, il m'a fait un signe. وديرولو ملفين رغم ان القضيه تتعلق بنفس الوقائع الا انه اعيد صياغتها بطريقه اخرى. والسيد النائب العام اذا كانت النيابه قامت باستئناف من اجل اجراء تحقيق تكميلي، وحنا كنا اول مره كما قالت الاستاذه جديد عسول رانا مع النيابه باش نديروا تحقيق تكميلي والموضوع اللي تهدروا عليه الاساتذه وفوالا. شكرا استاذه. شكرا. السلام عليكم. الله يسلمك.